في هذه الذكرى الأليمة، وجزى الله خيرا كل من أحياها وذكر المسلمين بها. بكاء الحسين يؤذي قلب رسول الله، فإذا كان بكاء الحسين يؤذي رسول الله، فما بالكم بالقوم الذين سفكوا دمه؟ والله إن رسول الله ليخاصمنهم يوم القيامة. ولما يبقى الكلام عن سيدي مولاي الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم وأرضاهم، الموضوع له أثر. الحسين رضي الله عنه أراد أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، لكنهم تكالبوا عليه. جميع الأديان اجينا واجتمعنا على حب الحسين. عندما أتكلم عن الحسين أشعر بأن جسمي تنتابه رعدة شديدة، وكأني أقف في وهدة سحيقة، وأطل بناظري إلى قمة شماءة تنخلع الرقاب عند الراحة. من لم يمتي على دمعة النبي محمد إذ بكى على الحسين عليهما صلاة الله مغبون مغشوش مخدوع. في كربلاء نام الإمام الحسين ليلته الأولى. لقد رأيت جدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول لي: يا حسين، عن قريب تكون عندنا. عندنا عند من؟ عند رسول الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا بيبقى في ملايين تيجي تطل على سيدنا الحسين، رغم ان في يزيد وشمر وكل الناس دي، برضو الحكمه من الموضوع ان يبقى سيدنا الحسين رمز للحق، لان الدروب بتاعت الحق، الشوارع بتاعت الحق، ما فيهاش حد ماشي، فما تستوحشهاش، امشي فيها ما تخافش. الحسين رضوان الله تعالى عليه، والله مات شهيدا مقتولا ظلما وبغيا وعدوانا من قتله، فلعنة الله على من قتله، ولعنة الله على من أمر بقتله، ولعنة الله على من رضي بقتله.